مرحبا، حلقة اليوم لكل المهتمين بأورام الثدي والرئة والدم والبداية بعد لحظات. هلا صارت معنا الدكتورة نورس جعفر اختصاصية بطب الأورام لنحكي عن سرطان الثدي. أهلا وسهلا فيك دكتورة نورس، أهلا وسهلا شرفتينا. دكتورة، شو هو سرطان الثدي ومن شو بتصير هاي الإصابة؟ سرطان الثدي هو عبارة عن تكاثر للخلايا بشكل شاذ غير طبيعي، بيؤدي هذا التكاثر إلى حدوث الكتل. طبعا بالإضافة إلى عدم وجود الموت المبرمج لهالخلايا هي بيؤدي إلى تشكل هذه الكتل. طبعا سرطان الثدي من أشع السرطانات اللي بتصيب النساء، حيث إنه امرأة من أصل 8 عم تصيبهم سرطان الثدي. أسباب سرطان الثدي مثل ما سألتي حضرتك، هو بيعود إلى أسباب هرمونية، مثل متهم الأساسي هو هرمون الأستروجين اللي بيؤدي ارتفاعه إلى حدوث التكاثر هذا بالخلايا، حدوث طفرات بالخلايا لما أثناء عم تنقسم، مثل طفرة البراكا 1 والبراكا 2، في قصة عائلية بهالحالة هي عم تكون. في عنا أسباب شعاعية، إذا كان في عنا سوابق لنفوم أو تعرض لعلاج شعاعي ممكن أنه يتطور عنا سرطان الثدي. بالإضافة مثلا عنا قصة البلوغ المبكر، الظهر المتأخر، أحيانا السمنة ممكن كمان أنها تكون مؤهبة لحدوث سرطان الثدي. أحيانا بربطوا السمنة بكتير أنواع من أنواع السرطانات، يعني أنه عامل مؤهب مهم. طب دكتور، خلينا نحكي على الأعراض، يعني السيدات بلشوا يحسوا بشو لما يكون عندهم سرطان ثدي، كيف لازم يعرفوا؟ بتعرفي هي اللي بدها تكون عم تفحص حالها أو حكيم نفسه لازم يكون المريض، شو لازم تعرف أو تحس؟ في عنا أحيانا ممكن أنها تحس بكتلة جسة أثناء الفحص الذاتي اللي عم تعمله، ممكن أنها تحس في كبر بحجم الثدي إذا قارنت الثديين بعضهم، اختلاف بالحجم بين الثديين، تلاقي الثدي أكبر من الثدي. في أحيانا بصير في عنا أكزيما عند الحلمة، كمان ممكن أنها تكون مؤهبة لتكشف السرطان. أحيانا في عنا غؤور بالحلمة، طبعا في أنه تكون الحلمة طبيعية أنها بشكل طبيعي بس مو تغير شكلها، بس ما أنه تغير شكلها. في عنا أحيانا ضخامة عقد تحت القبض. في احيانا عندنا بنلاقي انه بنسميه الثدي الالتهابي، بيكون عندنا الثدي متنز بشكل كتير كبير مع لون احمر مؤلم، هذا كمان لازم تراجع الطبيب عند ظهور هاي الاعراض. عاده السيدات اللي بيصير معهم حالات من خراجات الثدي والتهابات الثدي عرضه اكثر للاصابه بسرطان الثدي، هدول لازم يخافوا على حالهم اكثر دكتوره؟ لا 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 ابدا، ما له علاقه. لا لا ابدا ما له علاقه، لانه احيانا الرضاع ممكن انه يعملنا التهاب بالاقنيه اللبنيه، ممكن يتظاهر عندنا هذا الموضوع، ممكن احيانا عند جريبات الشعريه يصير في عنا التهاب فيها. فلا ابدا، انه اللي بيصير عندهم خراجات ابدا ما انا مؤهب انه يصير عندنا سرطان ثدي. طيب خلينا نحكي على التشخيص، على شو بيعتمد تشخيصكم لسرطان الثدي دكتوره؟ شو الفحوص والصور اللي ممكن تلجأ؟ هلا التشخيص الاساسي السيده بحد ذاتها، الفحص الذاتي هو اهم شيء، وانه اي عرض هي بتشكو منه لازم تراجع الطبيب. طبعا لما بتراجع الطبيب نحن هون بيتم الفحص للثدي، ممكن ينطلب صور مثل الإيكو مثل المامو، بينطلبوا وبيتم التقييم على أساسهم. إذا كان في شك أنه يكون في عنا سرطان، فنحن بهالحالة هي ممكن يتاخد خزعة يتشخص الموضوع على أساسها، إذا كان سرطان فبينحط خطة معالجة وتقييم للمريضة. كل قديش لازم تعمل صورة المامو دكتورة؟ هلأ المامو نحن بننصح من عمر 40 وطالع، إذا ما كان في قصة عائلية ممكن يتساوى مرة بالسنة حسب النتيجة اللي بتظهر عنا. إذا كان عمره كان عنا قصة عائلية فمن عمر 35 فنحن هون ممكن نعمل المامو، ممكن نضطر نعمله سنة أو كل سنتين. تمام، والأعمار الصغيرة ما في داعي للمامو، ممكن تعملوا إيكو عادي مزبوط؟ تمام، فحص سريري عند الطبيب. طبعا هلأ حسب كمان طبيعة الثدي، هلأ إذا كان الثدي صغير مانو مكتنز فهون نحن بالحالة هي بيكون كتير صعب إنه يتساوى المامو، فالإيكو هو عنا يا أدق بهالحالة هي. تمام. أما إذا كان في عنا إنه الثدي كبير فبهالحالة هي ممكن ينعمل الإيكو المشرك مع المامو. تمام دكتورة، من أهم وسائل تأكيد وجود سرطان في الثدي هي الخزعة، وبعد ما يتم أخذها بيروح لقسم التشريح المرضي. شو بيصير بهالقسم وشو هو الماموغرام حنعرف بعد لحظات، وراجعين نكفي حديثنا، خليكم معنا.
هلا نحن هون قسم التشريح المرضي هو اختصاص شوي ما له معروف من قبل عامة الناس لأنه اختصاص شوي بعيد عن التعامل مع المريض بشكل مباشر. نحن مختصين بالعينات اللي بتجي من المريض وليس المريض بحد ذاته، العينات النسيجية حصرا وليس عينات الدم أو البول. طبعا بنقوم نحن بتحليل هذه العينات النسيجية وعبر المرور بعمليات مختلفة من الناحية الكيماوية، ومن ثم العينة اللي بتجي بتنتهي ببلورة نسميها سلايد أو شريحة، بنفحصها تحت المجهر ونشوف التبدلات المجهرية الموجودة بالنسيج اللي هي سببت المرض عند المريض. طبعا حسب نتيجة الماموغرام يعني إذا شاف في كتلة، هذه الكتلة طبعا ليس بالضرورة أن تكون كانسر، ممكن تكون أي شيء آخر، أورام سليمة أو آفات التهابية أو تبدلات نسيجية غير نوعية أو سرطان. فالخطوة الثانية إنه هو الطبيب الجراح أو الطبيب النسائي راح يقوم بالتعامل مع هذه الكتلة. التعامل بيكون إما بإنه يأخذ خزعة منها أولاً لحتى يشخصها، أو إنه ممكن يستأصلها فوراً إذا كانت قابلة للاستئصال. في لهم معايير محددة أطباء المختصين بهذا الموضوع إيمت يستأصل وإيمت يأخذ خزعة. في ناحية كمان مهمة إنه الفحص، نحن باختصاصنا نحن اللي بنعمل الفحوص اللي بيسموه المستقبلات الهرمونية لسرطان للكتلة السرطانية، منتحرى فيها وجود مستقبلات الاستروجين والبروجسترون، بالإضافة إلى فحص للجين الهير تو نيو إذا فيه أمبليفيكيشن أو لا، في العلاج الهرموني بالتاموكسيفين أو هذول المضادات الاستروجين، إذا كانت مستقبلات الاستروجين أو البروجسترون إيجابية بتاخد هذا الدواء، وإذا كان الهير تو بوزيتيف بتاخد دواء اسمه هيرتبتين. كتلة إذا خبيثة يعني أقل ما يمكن يجب أن تستأصل الكتلة كاملة. هلا التقرير إنه نستأصل الثدي كله ولا منشيل معه، احيانا في بيشيلوا معه العضله الصدريه اللي تحت الثدي الموجوده، يعني العضله بجدار الصدر يعني اذا كان الورم كبير ومرتجع بالعمق. فتحديد درجه الاستئصال هي مثل ما قلت لك تخضع لمعايير مختلفه، يعني اهمها حجم الورم، درجه ارتشاحه بالنسج المجاوره، وحجم الثدي كمان عند السيده بيلعب دور. يعني احيانا ممكن مثلا كتله 5 سم حجمها بس الثدي كبير كتير يعني، فممكن تشل الكتلة كلها وتحافظ على الثدي. يعني التشريح المرضي هو اللي مو بس بالثدي عند الرجل أو عند المرأة، حتى بكل العينات اللي ممكن تجي. طبعا احنا هون بقسم تشريح مرضي عام وليس فقط لأمراض الثدي، فبتجينا عينات من كافة أعضاء الجسم، يعني من الرئة، من المعدة، من الأمعاء، من المثاني، من كذا كله. طريقة التعامل مع العينة النسيجية واحد كله نفس الطريقة، إنه الفحص العياني للقطعة أو العينة المرسلة، أخذ المقاطع، تحويلها لبلورة وفحصها بالمجهر. فهلأ الرجل نفس الشيء كمان إذا عنده كتلة ثدي، عرفت شلون، راح تستأصل هاي الكتلة أو يتاخذ منها خزعة. بالنسبة لنا إحنا بنعامل بنفس الطريقة وبنعطي عليها تقرير. إذا كانت خبيثة كانسر يعني فبيعمل استئصال، إما استئصال كتلة إذا كانت صغيرة أو موضعية أو ما أنا مرتشحة بالجلد أو من إلى آخره، أو استئصال الثدي كاملا. طبعا الثدي عند الرجل أكيد ما هو مثل المرأة، بس النسيج الثدي هو موجود ولكنه غير متضخم وغير بارز مثل ما هو عند المرأة. دكتورة، في اعتقاد شائع غلط انه الرجل لا يصاب بسرطان الثدي، لانه نوضح اكثر انه ممكن يصاب بس اكيد مو مثل النساء. خلينا نفرق بين الاصابتين عند الذكور وعند الاناث. يمكن اصابة الذكور بسرطان الثدي بس نسبته كثير قليلة، منشان هيك نحن المشكلة تبعنا لما بيصيب عند الذكور انه ما بيفكروا بهذا الموضوع. تمام. منشان هيك نحن لما بيكون مكشوف عنا ينكشف بمراحل شوي متقدمة. الاعراض هي نفس الاعراض اللي ممكن تصاب فيها سرطان الثدي عند الانثى، يعني يحس بكتلة، يحس بضخامة عقد، ممكن اكزيما عند الثدي. فهون الافضل انه يراجع الطبيب وما يهمل الموضوع. انذاره أسوأ دكتورة من سرطان الثدي عند الاناث؟ الانذار متشابه تقريبا، لانه نحن مشكلتنا لما عم نكشفه عم يكون مراحل متقدمة. تمام. فبهالحالة هي نحن شوي عم يكون العلاج عم يكون متقدم واتقل من الاول. طب خلينا نحكي شوي على علاج سرطان الثدي، شلون بتبلشوا تحددوا خطة او بروتوكول لعلاج لهيك انواع من السرطانات؟ احنا لما بتشخص عندنا سرطان الثدي نحن
نحدد المرحلة اللي عنا إياها، إن كانت بالمراحل الأولى وإن كانت مراحل متقدمة. طبعاً بنعمل مسح كامل للجسم وعلى أساسه بتنحط المرحلة. إذا كانت بالمراحل الأولى ونحن بدنا نحاول نحافظ على أكبر كمية من الثدي، فنحن هون ممكن نلجأ للعلاج ما قبل الجراحة، بحيث نحن نعمل على تصغير هالكتلة هي، نساعد الجراح بأنه ما نستأصل الثدي بشكل كامل، فبتم استئصال ربعي له. طبعاً بعد إذا كانت الحجم الكتلة كبير وكان محدد أنه نحن حنستأصل بشكل كامل، فإن نحن هون بهالحالة هي ممكن نعمل الجراحة بالأول وبعدين نكمل على العلاج الكيماوي، علاج هرموني حسب التحاليل اللي بتطلع عنا، وفي علاج شعاعي، وفي شيء اسمه العلاج الهدفي اللي هلا داخل بالمعالجات وعم يعطي نسبه استجابه كثير كبيره للعلاج. يعني كل نوع اذا نقول ورم سرطاني او كل حاله بتفرض بروتوكول علاج معين، ما في كل مريض بتكون مثل بعضهم، يعني المرضى اكيد مو مثل بعضهم، بس في خطوط عامه بتنحط على حسب المرحله اللي عنا اياها. طيب دكتوره سهف، كانت المريضه المصابه بسرطان ثدي حامل، في خصوصيه معينه للعلاج هون صار، شو بتعملوا؟ تمام، هلا ممكن تستنوا لتخلص وتولد وبلشوا بعدين تعالجوا، ولا لا بدنا نكسب الوقت؟ هلا هي الخصوصيه انه في عندنا بيبي. تمام. فهذا البيبي عندنا اياه كمان مهم بقدر ما الاهميه للماما. هلا نحن بيهمنا اول شيء نحط المرحله الموجوده عندنا، ونحن بانه شهر بالحمل. فهلا طبعا اذا كان عندنا اشهر اولى وهذا الحمل يعتبر من الحمل العزيز، فنحن هون بهالحاله هي ممكن نحن نكمل الاشهر الاولى نعمل فقط جراحه استئصاليه وننتظر لحتى نتقدم بالاشهر، وقتها نحن ممكن نختار بعض الادويه الكيماويه اللي ممكن تنعطى للحامل من دون ما يكون في لها تاثير سلبي على الجنين وعلى الماما. تمام. طبعا اذا كانت بالاشهر الاخيره فنحن هون ممكن انه ننتظر اذا ما في خطوره على حياه الوالده، انه نحن نعطي ننتظر ما نعطي المعالجه ونعمل الولاده وبعدها نحن نبلش المعالجه. طبعا العلاج الشعاعي اكيد لا، علاج الهرموني اكيد لا، بس طبعا على حاله الوالده. طيب بدي انصح اخيرا، اذا بدنا نقول لنحمي حالنا ونعمل وقايه من سرطان الثدي، قديش مهم الكشف المبكر بحالات العلاج وبانذار المعالجه؟ الكشف المبكر كثير مهم لانه خفض لنا نسبه الوفيات بحدود ال 20%، وحتى لما نحن عم نكشف بوقت مبكر نحن عم يكون في عندنا نسب شفاء كثير كبيره، فنحن بننصح السيده بانها تعمل الفحص الذاتي والكشف المبكر للسرطان. هلا طرق الوقايه طبعا ممارسه الرياضه، الحفاظ على الوزن، عدم الوصول صحي قد ما فينا. تمام، الاغذيه ما تكون الاغذيه الحاويه على المعلبات، المواد الحافظه هي نبتعد عنها، اما التغذيه لازم تكون تغذيه كامله، ما انه نوقف نوع من الاغذيه على حساب نوع اغذيه ثانيه. تمام. والابتعاد عن التدخين، الابتعاد عن الكحول، هالامور هي اللي ممكن انه تحافظ على الصحه بشكل عام. ان شاء الله الله يبعد المرض عن كل ما يحضرونا عنك دكتوره. شكرا كثير لك دكتوره نورس جعفر، شرفتينا بدوز، واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير. اهلا وسهلا. بعض من الاشخاص بيخلطوا بين العلاج الفيزيائي والرياضه وبيعتبروه شيء واحد، ولكن الحقيقه في فرق شاسع بين الامرين. بيستخدم الاختصاصيين للعلاج الفيزيائي خيارات العلاج الحديثه المختلفه مثل العلاج الكهربائي، الموجات فوق الصوتيه، والتمارين العلاجيه للحد من تطور بعض الامراض. لتفاصيل اكثر عن اليه العلاج الفيزيائي للسيدات يلي عاملين استئصال الثدي وتجريف العقد الليمفاويه تابعوا معنا. مساء الخير دكتورة نغام، مساء الخير أعزائي المشاهدين. نحن هلأ بمركز معالجة فيزيائية حنحكي لكم اليوم عن دور العلاج الفيزيائي بعلاج الوزمات اللمفاوية اللي بتصير بعد عمليات استئصال الثدي. لحتى نقدر نشرح هذا الشيء بشكل مبسط حنحكي شوي عن آلية عمل الجهاز اللمفاوي، شو هو الجهاز اللمفاوي بجسمنا، شو بيشتغل، شو المشكلة اللي بتصير بعد عمليات استئصال الثدي. عندنا بهذا الصورة الجهاز اللمفاوي اللي هو جهاز وعائي مهمته انه يمص السوائل اللي موجوده بين الانسجه. طبعا مثل ما كنا بنعرف حناخذ مثلا الطرف العلوي، الكل بيعرف انه في دوره دمويه، يعني في عندنا شريان بفوت دم على الطرف العلوي وفي وريد بيرجع الدم. طبعا هاي الاوعيه الدمويه هي اوعيه نفوذه، يعني السائل اللي بالدم بيرشح وبيطلع لبرا اللي هو بلازما الدم. فبيجي الجهاز اللمفاوي ببساطة بيمصه بهي الأوعية وبيضخه بآليات معينة وبيرجعه للدورة الدموية اللي هي بالوريد تحت الترقوة اللي هو هذا الوريد. طبعا هو لما يمص سوائل هو مو بس بيمص سوائل، بيمص أي شيء بيلاقيه، يعني جرثومة ميتة، جسم غريب، خلية ميتة، خلية سرطانية، فلتانة من الورم بيمصها.
فهي حتى ما تروح للدورة الدموية وتنتشر بالجسم كله، في عنا شيء اسمه عقد لمفاوية، بمر هالسائل اللمفاوي ضمن العقد اللمفاوية بيتصفى وبعدين بيكمل وبروح للدورة الدموية، بيوصل للدورة الدموية سائل صافي خالي من الشوائب. هلأ المشكلة بالورم اللي بيصير بالثدي انه نحن عنا كل منطقة من الجسم بتصرف سائل اللمفاوي باتجاه معين. يعني عنا مثلا الجذع هاد بيصرف سائله اللمفاوي نحو الإبط، الطرف العلوي بيصرف سائله اللمفاوي نحو الإبط على هدول العقد اللي هون، بيتصفى السائل هون وبعدين بيكمل للوريد تحت الترقوة لحتى ينتهي بالدورة الدموية. فنحن إذا صار عنا ورم بالثدي ممكن خلية تفلت من كتلة الورم، بيأخذها الجهاز اللمفاوي بيصفيها بالعقد اللمفاوية وبعدين بيكمل السائل باتجاه الدورة الدموية. فلما يعملوا الأطباء أو الجراحين عملية استئصال الثدي أو استئصال الورم تبع الثدي، بيقيموا العقد اللمفاوية يلي بالأبيض كاملة لحتى يفحصوها، لحتى يشوفوا انتقل شيء ورم من غدة الثدي للأبيض، لأنه بناء على هذا الشيء هنا بيحطوا خطة العلاج المستقبلية، العلاج الكيماوي والعلاج الشعاعي. بس المشكلة اللي بتصير إنه بينقطع طريق التصريف السوائل تبع الطرف العلوي، فبيبلش يتراكم سائل بالطرف العلوي وتبلش تعمل وزمة. طبعا هذا الشيء مو عند كل السيدات، هذا بيصير فقط عند 30% من السيدات. آلية العلاج الفيزيائي بعلاج الوزمات اللمفاوية بعد عمليات استئصال الثدي، مثل ما شرحنا انه بصير في وزمة لمفاوية بالطرف العلوي، حنطبق على زميلنا المعالج الفيزيائي نوار. نحن اول ما تجينا المريضة منقيم حالتها، منشوف مكان العمل الجراحي وين، لانه بناء عليه منقرر نحن كيف اتجاه الضخ اللمفاوي اللي نحن بدنا نساعد بالتصريف فيه. فإذا كان في وزمة بناخد قياسات حجم الوزمة ومنسجلها لحتى نقدر نقارن ونشوف التحسن اللي عم يصير. طبعا نحن بنبدأ بالعلاج من نهاية الجهاز اللمفاوي، يعني من الرقبة، وبنضغط السوائل اللي موجودة بالعقد اللمفاوية اللي بهي المنطقة، تمام؟ بعدين ننتقل للإبط السليم، بنصرف فيه السوائل، بعدين ننتقل للصدر السليم، وبعدين ننتقل الصدر المصاب. فبهي العملية نحن منكون نشطنا الأوعية اللمفاوية اللي موجودة بين القسم المصاب والقسم السليم، فبتصير تنتقل السوائل من الجهة المصابة للجهة السليمة. طبعا هذا الشيء بنساويه نحن من الناحية الأمامية ومن الناحية الخلفية. بعدين ننتقل للطرف المصاب، منبلش بالعلاج من الجهة العلوية، تمام؟ بعدين منكمل، أعطيني إيدك لهون إذا سمحت، منحط هيك الإيد ومنصرف باتجاه الخارج، لأنه ما بصير نصرف باتجاه العقد اللمفاوية المستأصلة، لأنه هون الأوعية اللمفاوية بتكون مسكرة ومقطوعة. منكمل العلاج لكل الطرف المصاب. طبعا هي قبضات مهمتها أنه تضغط السوائل بقلب الأوعية اللمفاوية وتنشط عمل الوعاء اللمفاوي، لأنه الوعاء اللمفاوي بيتقلص وبيضخ السوائل بالاتجاه اللي المفروض نحن نوجه فيه. طبعا بعد ما نقوم نحن بهذا العلاج ممكن أنه نطبق جهاز. هذا الجهاز هو عبارة عن كم بينتفخ، هذا الكم بيلبسه المريض أو المريضة، طبعا تمام. طبعا هو عبارة عن حجرة، كل حجرة لها ضغط معين، بينتقل الضغط من الناحية السفلية للناحية العلوية، وبالتالي بيساعد بتصريف السوائل. طبعا نحن مثل ما شفتوا عم نصرف السوائل من الطرف العلوي، بس نحن ابتدينا من الجزء، يعني نحن فضينا المكان اللي مفروض هالسوائل اللي بالطرف العلوي تنتقل للأوعية اللي بالجزء، تمام؟ الجهاز له طور عمل وطور راحة لحتى الوعاء اللمفاوي يرجع يتوسع
ويسمح بدخول السوائل اللي موجودة بين الأنسجة لضمن الوعاء اللمفاوي. بلش الطور الثاني، نسمع الضغط كيف بصير بقلب الكم، وبينتقل من حجرة لحجرة. طبعا ممكن هاي العملية تستغرق حسب حجم الوزمة وحسب قساوة الوزمة، ممكن تستغرق من 20 إلى 30 دقيقة. تمام، هلا هذا أول جزء من العلاج. نحن بعد ما نكون ضخينا جزء من السوائل لحتى ما ترجع السوائل مرة تانية جديدة، بنهاية الجلسة لازم المريض نحط له أربطة ضاغطة. طبعا الأربطة الضاغطة إلى مواصفات. هدول الأربطة عرضها 4 سنتي، إلى مرونة عالية. تمام، هدول نستخدمهم للأصابع. حنورجيكم هلأ عمليا كيف منساوي هذا الشيء. هذا النوع الثاني يلي هو نستخدمه نحن للساعد والعضد، يلي هو مرونة قليلة. يعني لاحظنا هداك كيف بيمط كتير، هذا ما بيمط كتير. هي شغلة كتير مهمة. تمام، وفي النوع الثالث اللي هو بنستخدمه للكف وللمعصم، كمان مرن بيمط أكتر. تفضل عودنا هون. بنحط أربطة ضاغطة على كل إصبع لواحد. طبعا في تكنيك معين نحن بنلف فيه، لازم ما يكون في ولا تانية، لأنه أي تانية بالأربطة ممكن أن تعيق التصريف اللمفاوي. تمام، هيك بنكون نحن حطينا أربطة ضاغطة على الأصابع بس. تمام، بحيث أنه هدول يضغطوا السوائل اللي موجودة هون بين الأنسجة باتجاه الأعلى. طبعا بيجي الرباط الثاني اللي هو تبع المشط اليد، بنحطه بهذا الشكل. بنحط عدة طبقات لأنه أحيانا الوزمة بتكون معندة وقاسية. طبعا الضغط هو ضغط خفيف، فنحن بنستخدم إنه نحط ضغط خفيف بس لمدة طويلة، والضغط بيكون من الأسفل للأعلى لحتى نساعد بنقل السوائل باتجاه الجزع، لأنه بالجزع بتتصرف بسهولة أكثر من الطرف العلوي. طبعا المريضة بعد ما نحط هاي الأربطة ممكن إن هي تبقى بالرباط لمدة 15 ساعة أو 20 ساعة حسب ما هي بتتحمل. منراقب نحن الأظافر ما يتغير لونه مشان التروية الدموية. طبعا هي ممكن إنها تحرك إيدها بكل الاتجاهات، فيها تعمل أي شيء بدها إياه لأنه الرباط ثابت. تمام، ويفضل إنها تقعد هي وتحط إيدها على مخدة بشكل مرتفع لحتى السوائل اللي موجودة لهون تسيل وترجع نحو الجزع. طبعا هذا بشكل مختصر عن علاج الوزمة اللمفاوية لمريضة استئصال الثدي. بحب أنصح أنا السيدات اللي عاملين هاي العملية، طبعا يطمنوا، ما ضروري كل سيدة عملت هاي العملية إنه يصير عندها وزمة لمفاوية. مضادات الاستطباب، أي سيدة عاملة عملية استئصال ثدي لازم تنتبه للطرف اللي معمول عليه العمل الجراحي، ما تقيس فيه ضغط، ما تاخذ فيه ابر، ما تعرضه لحراره، ما تعرضه لمساج كلاسيكي، لانه المساج الكلاسيكي بحسن الترويه الدمويه. فتحسين الترويه الدمويه معناته مثل ما حكينا بزيد نتح السوائل، فبصير عبء زياده على الجهاز اللمفاوي. اي البسه ضاغطه مثلا كم القميص، اسواره ضيقه بشكل طوق كمان ممنوع. الإيد ما نتعبها بشغل بكتابة، الإيد هي لخدماتنا الشخصية. وبتمنى العافية لجميع مرضانا. شكرا لكم.
من أكثر من 40 سنة يعتبر العلاج الكيميائي الأكثر فعالية في شفاء المرضى المصابين بالسرطان، ولكن بضل خطر الانتكاس عالي للغاية. أولى دراساتنا الطبية عن دراسة جديدة كشفت أنه زيادة الوزن بتزيد من خطر الإصابة بأكثر من نوع سرطان شائع بنسبة 12%. وحذر علماء أوروبيين من تناول البصل أو طبخه إذا كانت فيه بقعة تعفن ولو صغيرة، لأنه بتسبب تطور مرض السرطان. ويقال أنه العامل النفسي هو أحد مسببات حدوث الأمراض الخبيثة. بشوف وجهة نظر الاستشاريين النفسيين، حنعرف بعد لحظات. أول شيء مساء الخير. اليوم حسب الدراسات 80% من الأمراض الجسدية هي مشاها نفسي. يعني اليوم الكانسر، اليوم الكولون العصبي، اليوم ضغط الدم، اليوم السكري، اليوم الوهن، اليوم كلها هي إذا بدنا نحطها بالخانة الصحية أو الجسدية، هي بالأصل هي منشأها نفسي. فلذلك العامل النفسي اليوم عامل مهم جدا جدا جدا. لا الضغوط النفسية اليوم، نحن في مصطلح بالصحة النفسية بنسميه نحن الكثافة. الكثافة اليوم حتى إذا كان شخص سوي، ما كان عنده استعداد وراثي مثلا لا يعني عفت اضطرابات أو أمراض أو مثلا اليوم الحياة الصعبة، اليوم يمكن بيخضم عم نشوف أشياء بحياتنا صارت عفتي دخيلة بحياتنا، فكل هاي الأمور تعمل كثافة لنوصل لمرحلة نحن نسميها عتبة الانفجار اللي ما عاد فينا نتحمل. هون نحن نروح على الأعراض النفس جسدية، بيصير معنا الكانسر، بيصير معنا الأمراض الأخرى اللي هي نحن حكينا عنها، ضغط الدم والسكري. نروح على الأعراض يعني النفسية، بيصير عنده دائما قلق، عنده خوف، عنده اكتئاب. نروح على الأعراض حتى السلوكية، بيصير عنده اضطرابات من النوم، يا بينام كثير يا بيصير عنده مثلا أرق، عنده خوف من النوم، أو يصير عنده اضطرابات بالشهية، يا بيصير يشتهي كثير أو يصير مثلاً يبطل عنده شهية. فكل هاي الأمور تنعكس على 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 صحة الجسد. فقدي نحن قادرين إنه نحن نخفف اليوم ضغوط، قدي قادرين نحن نخفف هذا العبء اليوم يعني اللي دخل بحياتنا، قدي قادرين إنه نحن نحاول عفت نبسط الأمور، قدي هذا رح ينعكس على صحتنا الجسمية. أول شيء هو الدعم النفسي، الدعم الذاتي. أديه هو قادر هذا الشخص يكون عنده صورة ذاتية لذاته، أديه هو قادر إنه عنده تقبل لذاته. أحيانا في أشخاص عندهم نفس المرض، في أشخاص بيحس إنه صار عنده سوداوية، حط خط لحياته، أنا خلص حياتي كذا بهذا المرض. في أشخاص على العكس تتغلب على هذا المرض، في أشخاص يمكن بيصير عندهم رؤية أخرى، بأشخاص حتى بيروحوا على دفع يعني يروح يعمل أعمال خيرية على دفع يعني عفت اجتماعي مشان ما يبقى بهاي الخانة. لكن قدي نحن قادرين نطور هاي المنظومة النفسية بداخلنا، قادرين نعطي هاي القوة اللي بداخلنا اللي هي بالفعل ترجع هي تنعكس على حتى طابعنا عفت المزاجي وطابعنا الصحي. فالأمور هي أمور لازم تكون بإطارها الكامل، الإطار النفسي وحتى الإطار المجتمعي لابد أن يكون كذلك يعني افتح حوالي الشخص يكون بالفعل في المجتمع يتفهم أن هذا الشخص صار بهاي عفت الخانة المرضية، قدهن قادرين يعني افتح بيقدمون له دعم الكامل، قدهن قادرون يعني افتح بيقدرون بالتأمين حتى يعني افت المستلزمات اللي هو بالفعل بحاجتها مشان ما يحس أنه هو صار شخص افت دوني بهذا، لأنه ليه الأشخاص عم يتونتوا عبي صحة وأنا كذا. فهون بيصير بعدة أمور، يصير عنده حتى جلد ذات لذاته للحياة هي معكستني، لي أنا صرت هيك ليه 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 كذا. فلا بد أن يكون في عامل مجتمعي وعامل نفسي ذاتي. مساء الخير عن جديد. تاني دراساتنا عن قدرة سحرية بتتمتع فيها الرئتين، فأثبتت دراسات أن الرئتين قادرين على استبدال طفرات سرطانية ناتجة عن التدخين بخلايا سليمة بعد الإقلاع عن هاي العادة السيئة. ووجد العلماء أن الأشخاص اللي أقلعوا عن التدخين عندهم خلايا رئة أكثر صحة وراثيا مقارنة بالمدخنين الحاليين. بما أنه حكينا بدراستنا عن سرطان الرئة وأهمية الإقلاع عن التدخين، صار الوقت نرحب بضيفنا الدكتور عبد الرحمن أبو رومية، الاختصاصي بالتشخيص وعلاج الأورام، نحكي أكثر عن سرطان الرئة شائع الانتشار بالوقت الراهن. أهلا وسهلا فيك دكتور عبد الرحمن. أهلا وسهلا فيك، مساء الخير إليك وللسادة المتابعين. أهلا وسهلا فيك دكتور. ليش زايدة نسبة الإصابة بسرطان الرئة حاليا؟ يعني عم تزيد لحالاتها، عم يزيد انتشاره؟
بالنسبة لسرطان الرئة نلاحظ حاليا أنه في زيادة كبيرة بنسبة الإصابة بسرطان الرئة، طبعا بيعود ذلك لزيادة نسبة وعدد المدخنين بين الرجال والنساء طبعا، وبيعود هالشي كمان لزيادة نسبة المدخنين الشباب بسن الشباب الأعمار الصغيرة بين الذكور والإناث أيضا، حيث تشكل نسبة الشباب المدخنين بين شباب الذكور وإناث بين 35-40% تقريبا نسبة المدخنين. تمام، حتى المدخنين سلبيين صارين كتار، لأنه ما عندنا الأماكن الخاصة بالمدخنين، ما كتير بيلتزموا بالقواعد، لأن عم يدخنوا بيناتنا أكيد، فكمان عم يتعرضوا المدخنين السلبيين لأنه المدخن معرض للإصابة بسرطان الرئة أكثر بعشرين مرة من الشخص غير المدخن، وبالتالي نسبة كتير كبيرة. تمام. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي عن أسباب هذا المرض، كيف صار هذا الشيء عند هذا الشخص، وهل في أشخاص أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة من غيرهم، يعني نتيجة زي ما نقول عوامل وراثية أو بيئة معينة، ظروف بيئية أو لا؟ بالنسبة لأسباب سرطان الرئة، السبب الأكثر أهمية طبعا هو التدخين. التدخين بكافة أشكاله، إن كان تدخين السجائر أو الأرجيلة أو الغليون أو السيجار، والسجائر الإلكترونية حاليا، والسجائر الإلكترونية أكيد. السبب الثاني أكيد هو التلوث البيئي، أدخنة المعامل، أدخنة السيارات. في عندي سبب كمان، تعرض لمادة الأسبست الموجودة بمواد البناء مثل الدهانات وغيره. تعرض لغاز الرادون، هذا الغاز هو ناجم عن تفكيك غاز الراديوم. كمان سبب كثير مهم هو ضعف جهاز المناعة الإنسان، إذا كان تغذية غير سليمة فهون بده يكون عندي جهاز مناعي غير سليم. تمام، وبالتالي حتى إذا نقول بالعائلات، ممكن يكون في عائلات عندهم قصة مرضية، لا الوراثة أكيد تلعب دور. تمام. الوراثة لها دور أكيد. طيب دكتور، خلينا نحكي عن الأعراض، يعني بعياداتكم كيف يبلش يجي مريض سرطان الرئة على عيادة، من شو بيشكي كعارض أولي وأساسي، وكيف تبلش رحلة التشخيص لهذا المرض أو تأكيد الإصابة؟ بالنسبة لأعراض سرطان الرئة، العرض المهم هو سعال إما حديث ناتج جديد أو سعال مستمر وما عم يستجيب على العلاجات. عرض كتير مهم هو النفث الدموي، بصير المريض يطلع مع السعال الدم. عندي كمان عرض زلة تنفسية، صعوبة التنفس، ممكن بحة بالصوت، متلازمة بانكوس بصير عند المريض، يعني بصير عنده آلام بمنطقة الكتف وما حولها. ممكن كمان يصير عندي متلازمة انضغاط الأجوف العلوي، هون بصير المريض عنده كمان زلة تنفسية، تورم أو وذمة بالوجه والعنق، أو أزرقاق زرقة. طيب هاي أهم الأعراض. دكتور، كل أنواع التدخين حاليا لها نفس التأثير السلبي للسيجارة العادية، يعني صار منتشر أنواع جديدة من السجائر، شي سيجارة إلكترونية، شي ذكية، شي بتشتغل على التسخين فقط بدون ما تطلع أي نواتج احتراق، هدول كلهم بيأذوا مثل السيجارة العادية ولا أخف ولا أشد؟ خلينا نحكي شوي، موضح للي عم يحضرونا، لأنه صار كتير شائع استخدامها بالفئة الشباب الصغار، يعني إنه حتى صارت ترند موضة يعني زمان. تمام، هلا بس خلينا نوضح شو الفرق بين التدخين العادي والتدخين الإلكتروني. التدخين العادي هلا بيتم فيه احتراق التبغ، بينتج عن هالاحتراق طبعا غاز ثاني أكسيد الكربون مع مادة القطران. هلا بالنسبة للتدخين الإلكتروني، هلا المريض بيحصل على النيكوتين بطريقة أخرى، بحيث بيتم تسخين سائل معين، سائل بتألف من ماء، نيكوتين، وممكن زيت القنب. تمام. هلأ منظمة الصحة العالمية، منظمة الغذاء والدواء الأمريكية الـ FDA عملت أكثر من 800 دراسة عن هذا الموضوع. هلأ كلا ما التدخين الإلكتروني أو التدخين التقليدي كلاهما مضر بالصحة، ولكن التدخين الإلكتروني ما في مادة قطران، ما في ثاني أكسيد الكربون، فممكن هي تكون أخف ضرراً، بس كلاهما مضر، بس مو معناته ما أنا مضرة. لا أكيد مضرة. دكتور، شو بتعتمدوا بتشخيص سرطان الرئة، وكيف تبلش العلاج، وشو بيفرق بين كل شخص وشخص، أمتى بتلجأ أو حتى للحل الجراحي؟ تمام، هلأ بالنسبة لتشخيص سرطان الرئة، المشخص الأهم هو الخزعة. الخزعة أما موجهة بواسطة تنظير القصبات،
أو خزعة موجهة بالأشعة بالطبق المحوري. تمام. كثير مهم نعمل طبق محوري ماسح لكل الجسم للصدر والبطن والحوض عشان نحدد مرحلة الورم إذا في نقائل أو لا. تمام. تمام. كيف العلاج تعتمدوا عليه؟ هلا العلاج في عندي عدة أنواع بالعلاج. العلاج الأساسي هو الجراحة طبعا. الجراحة بتكون ممكنة عند سرطانات الرئة غير صغيرة الخلايا. تكون ممكنة بالمرحلة الأولى والثانية من المرض. الجراحة بتكون غير ممكنة عند سرطانات الرئة صغيرة الخلايا وعند المرضى اللي عندهم مراحل متقدمة، فهون الجراحة أكيد غير ممكنة. لما يكون إذا نقول البؤرة السرطانية صغيرة، تمام، الحوافة واضحة تستأصله، أما إذا كان كثير كبيرة كمان ما فيكم تشيلوا كل الرئة. مزبوط دكتور؟ مزبوط. هلأ كمان مثل ما حكيت لك العلاج بيهمنا المرحلة. هلأ المرحلة الأولى وثانية هم منعالجهم جراحيا. المرحلة الأولى بيكون الورم محصور غير منتشر لعقد لمفاوية، تمام، محصور فقط بالرئتين، تمام. بينما المرحلة الثانية بيكون الورم انتشر لعقد لمفاوية محيطة، هون بيمكن الجراحة، تمام. حيث يمكن استئصال الفص رئوي أو ممكن نستأصل رئة كاملة مع العقد المصابة. تمام. وبقدر يكمل برئة واحدة ممكن، ممكن يعيش حياة طبيعية وعادية. أكيد طبيعي. طيب دكتور، في طرق تانية للعلاج ممكن نشارك العلاج بعلاج كيماوي أو شعاعي أو لا؟ لا أكيد بعد الجراحة في علاج كيماوي متمم، بيكون إما كعلاج وحيد كيماوي أو علاج متزامن مع علاج الشعاعي. تمام. كثير هلأ في علاجات حديثة وجديدة بسرطان الرئة، هي العلاجات المناعية أو العلاجات الموجهة تارجت ثيرابي. تمام. دكتور، في طرق إذا بدنا نقول لنقدر نحمي حالنا، أو هيك نصائح أخيرة لكل اللي عم يحضرونا لنعمل وقاية قدر الإمكان من سرطان الرئة؟ هلا أكيد رح تقول لي وقفوا دخان، يعني تمام، صعب للي عم يدخن صار. هلا الإقلاع عن التدخين كتير أمر كثير ضروري، الإقلاع عن التدخين، الابتعاد عن المهن اللي فيها مواد كيماوية سامة أو مسرطنة، الابتعاد عن التلوث الأماكن الملوثة بيئيا. وكثير مهم أنه أي شخص مدخن تجاوز عمره 50 عام يجب أن يجرى له طبق محوري للصدر مع الحقن كل سنة مرة. تمام. إن شاء الله هيك الله لا يمرض حدا يبعد عنا كل الأمراض. آمين يا رب. شكرا كثير لك دكتور عبد الرحمن الرومبيه، شرفنا، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك، يعطيك العافية وبتمنى الصحة للجميع. أهلا وسهلا. شكرا. بيشهد عالم تقنية النانو تطورات مستمرة واللي بيفيد بأكثر من مجال، وبيعمل باحثون على الاستفادة من هاي التقنية لمحاربة الأمراض المستعصية ومنها السرطانية. فشو دور تقنية النانو حنعرف بعد لحظات، خليكم معنا. شو هي تقنية النانو؟ هلا تقنية النانو هي تتعامل مع جميع المواد التي تكون أبعادها أقل من 100 نانومتر، يعني النانومتر هو 10 قوة ناقص 9 متر حتى بس نتخيل، يعني أبعاد جزيئية جدا صغيرة. وطبعا تتمتع بسطح نوعي واسع ولها خواص مختلفة عن الخواص التي تتمتع بها المواد العادية، ومن هنا يجري استثمارها. شو فائدة النانو بالطب تحديدا؟ هلا التطبيقات الطبية طبعا التقنية النانوية في المجال الطبي عديدة. هلا ممكن نستخدم مثلا في يعرف ما تسمى بالنقاط الكمومية، يمكن استعمالها في التصوير الطبي وهي آمنة، بدلا من استخدام الأشعة المؤينة مثلا مسبار جاما يمكن أن نستعمل النقاط الكمومية، هي أحد أشكال المواد النانوية. يمكن أن نعمل مثلا في مجالات التيشيو إنجينيرينج أي هندسة النسج، نستطيع أن نستعين ببنى نانوية تساعد على تنمية نسج، مثلا نسج عصبية باستعمال هذه التقاني. هذه التقاني يمكن أن نستعملها في نظم إيصال وإيتاء الدواء مثلا لمعالجة السرطانات. نانو فانوفاريب من وانيك رشتي جديد انغلابي. إن تكنولوجيا النانو أدت إلى ثورة في عدة مجالات، منها الطبي والصناعي والزراعي والغذائي والدوائي. فهذه العلوم الحديثة أدت إلى تخفيض نسبة الهدر في المواد الداخلة في التصنيع، وأدت إلى زيادة تأثيرها في الجسم بشكل أكبر مقارنة مع المواد والأدوية التقليدية. وعند استعمالنا للأدوية ذات الأبعاد النانوية، فإننا نستطيع استهداف الخلايا والأنسجة المريضة بدقة أكبر دون حصول تأثيرات جانبية على الخلايا الصحية السليمة.
علاقة النانو بالجينات الوراثية بأن الفارماكوجينيتيك هو علم تم اكتشافه في سنة 1959 عندما لوحظ بأن مرض الملاريا يصيب في عرق دون عرق آخر، فعرفوا بأن الإصابة الأمراض هنا تختلف باختلاف البوليمورفيزم التعدد الجيني للناس، فالعلماء أسسوا قسم في العلم اسمه فارماكوجينيتيك، يعني علم الأدوية الجيني الوراثي، وهو منشق من علم الأدوية السريري. نكفي حديثنا عن الأمراض السرطانية. صارت معنا الدكتورة زاهرة فهد الاختصاصية بأمراض الدم وعلاج الأورام. أهلا وسهلا فيكي دكتورة زاهرة. أهلا وسهلا فيكي. أهلا دكتورة. خلينا نحكي شوي عن سرطان الدم بشكل أوضح، شو هو هذا المرض؟ هلأ بالنسبة لكلمة سرطان الدم، هي الحقيقة كلمة واسعة كتير، لأنه الدم بيشمل مثل ما بتعرف بيشمل الدم بحد ذاته، بيشمل الطحال، بيشمل العقد اللمفاوية. فنحن بدنا نفرق كتير ما بين شيء اسمه لوكيميا يعني سرطان الدم، وبين اللمفومات اللي هو بيصيب العقل، العقد اللمفاوية والأنسجة اللمفاوية. تمام. إذا نأخذ الحديث بصير كتير كبير. فنحن هنأخذ هلأ اليوم موضوع اللوكيميا أو سرطانات الدم. اللوكيميا هي عبارة عن ازدياد بالكريات البيضاء. الكريات البيضاء في منها كريات بيضاء نقوية وفي لمفاوية. طبعا سرطانات الدم نقسمها بشكل عام لهالقسمين الكبار، إما سرطان دم نقوي أو سرطان دم لمفاوي. هلأ بكلاهما في شيء اسمه سرطان دم حاد وفي مزمن. شو يعني الحاد وشو يعني المزمن؟ المزمن مو انه يعني صار له زمان وجاي، لا، المزمن هي الخلايا بتكون ناضجة ومتمايزة، لذلك نسمي انه سرطان دم مثلا لمفاوي مزمن او نقوي مزمن، اعتمادا على نوع الخلايا، على نوع الخلايا. تماما. وفي عنا سرطان دم حاد، يعني سرطان دم حاد انه حديث العهد والخلايا بتكون لساتها نسميها أرومية أو فتية، لساتها ما لها متمايزة وما لها ناضجة. دكتورة شو بلش يظهر على المريض اللي بيعاني؟ هلأ بالسرطان الدم الحاد عادة الأعراض بتكون سريعة، وخلال يعني أسبوعين ثلاثة ماكسيموم شهر بيبقى المريض عم يشكي من تعب، وهان اصفرار بالوجه، يعني ممكن واحد يفكر انه قريب أو رشح أو فقر دم، ممكن يظهر عنده بقع زرقاء كدمات، يعني ممكن يكون نمشات صغيرة، ممكن يصير عنده حرارة، ممكن رعاف شوي من الأنف، ممكن ينزل دم، أعراض عامة تشبه أعراض أي شيء تاني، ممكن أعراض مثلك قريب أو تعب أو فقر دم أو وهن. ممكن كتير أوقات ما يخطر على باله، ما يخطر على باله، بيكون المريض جاي على الدكتور والله شايفة ابني وشه أصفر أو يطلع له بقع زرقاء أو تعبان خافة قابليته ارتفعت حرارته، مثل يعني أعراض عادية. لذلك ولكن إنه هالأعراض طولت مثلا قريب 3-4 أيام، مضى عليه أسبوعين ما تحسن، حرارة طولت، هالبعض زر فقر دم عم يزيد. عادة تحليل دم بسيط اللي هو تعداد بيض وصيغة وصفيحات بيورجينا إنه في خلل بعدد الكريات البيض وبالصفيحات وبالخضاب. تمام. هون الطبيب لازم ينتبه على الطبيب العام أو طبيب الأطفال ينتبه إنه في عنا خلل مشترك، مو بس في أردن، في مشكلة بالكريات البيض وفي مشكلة بالصفيحات. في أدوات تشخيصية تانية بيعتمد عليها دكتور؟ أول تشخيص مبدئي هو على تعداد الدم العادي. طبعاً نشوف في مشكلة بالتعداد الدم العادي، لازم هون يتحول على طبيب أمراض الدم. طبيب الأمراض الدم يمكن يبدأ بتحليل بسيط، هو اللي تاخد دم محيط، يعني بياخد نقطة الدم من الإصبع وبيحطها على اللورة وبيفحصها على المجهر، بيشوف أشكال الكريات البيضاء وإذا فيها شيء ولا لا. تمام. هلأ طبعاً بس يصير عنده فكرة أنه في شك أنه في سرطان دم أو لوكيميا، هون نرجع للتحاليل المتممة، أهمها هو فحص نقي العظام. يعني بناخذ بذل دم من العظم، بتعرف نقي العظام هو المحل الخلايا بتتولد الدم كله. وهون بحب نوه للأهل وللمستمعين انه بذل النقي هو اجراء
بسيط ما له مؤذي ولا له تبعات، يعني الناس بتخاف انه بزل نقي وكذا بخافوا، ما له اي اختلاطات مثل سحب الدم من الايد، بس هو بسحب من الايد طبعا متعزة. ممكن يكون مؤلم، لذلك بنرجع انه بنعمل تخدير موضعي اذا كان المريض كبير او متعاون، وقد نعمل تخدير عام، يعني تخدير عام سريع، عرفتي كيف؟ بناخذ عينه من نقي العظام وبنفحصها، بالإضافة لتحاليل دموية عامة من شان وظائف الكبد ووظائف الكلية وإلى آخره. دكتورة زهرة، في زمرة دموية معينة أكثر عرضة للإصابة بسرطانات الدم ولا لا؟ يعني نسمع عن هالشيء بس الحقيقة تم إثباته أو بس لا؟ ما نقول إنه زمرة دموية ما لها علاقة إنه هذا بيصير معه سرطان دم أكثر ولا غيره، ولكن في دراسات إحصائية بتقول إنه بعض الزمر الدموية إحصائياً وليس سببياً إنه ممكن يكون في عنده نسبة أعلى. مثلاً في إحصائيات بتقول إنه زمرة A، وفي إحصائيات تقول إنه كان الأ بي إنه أكثر إصابة من الأو، ولكن ما هي السبب، عرفتي كيف؟ هلا هي بشكل عام الأو هي كنسبة بين العالم هي أقل شيء يعاني من الأ والبي، وبالتالي هي أقل ممكن عرضة الإصابة أو تسجيل إصابة. يعتقد أنه إحصائياً أنه الأو أقل إصابة، ولكن يعني ما لها كتير أهمية، عرفتي كيف الموضوع. خلينا نحكي دكتورة عن سرطان الدم عند الأطفال، كيف يتم علاج هذا الموضوع عندهم؟ هلأ بالنسبة للأطفال خصوصية معينة. بالنسبة للأطفال حتى خلينا نقول إحنا بنحكي عن سرطانات الدم الحادة الحقيقة هي اللي بتصيب الأطفال أكثر، أما المزمنة عادة هي عند الكبار. سرطان الدم الحاد عند الأطفال في له نوعين مثل ما قلنا، نقوي حاد ولنفاوي حاد. طبعا اللنفاوي الحاد هو الأكثر شيوعا، وعادة يعني إنذاره أحسن بكتير من النقوي الحاد. خلينا نقول إنه سرطان الدم اللنفاوي عند الأطفال بعمر أكبر من سنة وتحت ال 12 سنة إنذارهم جيد ونسبة الشفاء فيهم عالية كتير، يعني معظم الأطفال بتجاوبوا على العلاج الكيماوي، وقسم منهم بيطيب بس على العلاج الكيماوي بسرطان الدم اللنفاوي الحاد. تمام. هلا مثل ما قلنا التشخيص يعتمد على إنه الفحص العام وتحليل الدم، يجوز يكون في عقد لنفاوية متضخمة، ضخامة طحال قد تكون مترافقة، أحيانا ضخامة كبد. التشخيص مثل ما قلنا على تحليل الدم واللطاخة وبزل النقي. أنتم كان تلجأوا لزرع النقي دكتورة؟ بس خلينا نحكي أول شيء على العلاج. تفضلي. إذا أخذنا البداد اللنفاوي الحاد عند الأطفال هو علاج كيماوي. طبعا في عنا جرعات، هالجرعات تكون هجومية بالبداية، بعدين علاج وقائي. عادة العلاج بياخد حوالي سنتين عند الأطفال، ومثل ما قلنا في نسبة عالية من الأطفال بتطيب على العلاج الكيماوي. بالنسبة للإبداد اللنفاوي الحاد نلجأ لزرع النقي في حال أنه كان الطفل من البداية عنده خطر عالي للنكس، هذا بنحدده نحن بالتحاليل الدموية والجينية، أو إذا الطفل نكس أثناء العلاج أو نكس في فترة قليلة بعد إيقاف العلاج. تمام. إذا بس يصير في عنا نكس ممكن نلجأ لزرع النقي، أو في بعض الحالات الخاصة يلي بيكون في عنده عوامل خطورة. وعلاج النقي زرع النقي عادة بيكون كمان بقصد الشفاء. تمام. دكتورة، في أساليب للوقاية لنحمي أطفالنا أو نحمي أي حدا حوالينا بنحبه من سرطانات الدم، ولا الموضوع يعني صعب وما كثير معروف؟ الحقيقة مثل ما قلنا إنه يعني الطفل وقت لساته خلقان جديد، عرفتي كيف؟ لسه ما تعرض كثير لشغلات البيئة. هلا سبب سرطان الدم لحد هلا أسبابه مثل ما نعرف إنه في تبدلات وطفرات على الجينات، في بعض الحالات المؤهبة وراثية مثل بعض مانغوليزم، يعني تنازل داون أو تنازل ويسكوت إلدريش أو بعض الأمراض الوراثية بتأهب لسرطان الدم. بس الحقيقة التعرض للإشعاعات والمواد الكيماوية والعوامل البيئية بتلعب دور، عرفتي كيف؟ بس الحقيقة ما في أي سبب. ممكن أي شيء تعمله الأم الحامل أثناء فترة الحمل يزيد من خطر الإصابة، مثل ما قلنا اللجوء للشغلات الطبيعية وعدم التعرض لشغلات نحن نعرفها أنه قد تكون مؤذية. تمام. سواء للأم أو للجنين. نعم. تشكرك دكتورة زاهرة فهد، شرفتينا بدوز، أهلا وسهلا فيكي. شكرا لكم، شكرا لك، وشكرا للمستمعين. أهلا وسهلا والمشاهدين على صبرهم علينا. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا. اي حدا فات ومتابعه الحلقه بقدر يشوفها على صفحتنا الخاصه على الفيسبوك دوز. نحن ان شاء الله بنلاقيكم الجمعه الجايه الساعه 7 المساء. اكتبوا بالف خير. باي باي.